رح ننتقل معكم لهنادة صلايطة. وهنادة عم تبدع بمجال الحرف اليدوية وكمان إعادة التدوير. صباح الخير هنادة. صباح النور. يسعد صباحك. كيف حالك؟ صباحك هنادة. منحب أول إشي طبعاً نصبح عليكي بالخير ونشوف قديش أنتي متنوعة باستخدام المواد. لكن قبل ما نحكي طبيعة شغلك بحب أعرف منك أنه أنتي بدي أحكي خاطرتي ودرستي فنون جميلة وحبيتي أنك تتخصصي بهذا المجال، فكيف قررتي أنه أنا هذا شغفي في الحياة؟ هلأ أول إشي كان الموضوع بالمدرسة، اكتشفتني معلمتي وقالت لي انه انت رح تكوني فنانه. انا طبعا اخذت هذا الشيء وصار حافز خلص عندي. خلص هاي الكلمه رنت. خلص صار حافز عندي وكملت بالجامعه الاردنيه. نعم. شاركت بمسابقات، اخذت المركز الاول بجوت تالنت. حلو. وبعدها صرت انا اشتغل على حالي. شو الشيء اللي عملتيه اللي خلى المعلمه تحكي لك انت فنانه؟ متذكره؟ كنت انقل رسمات من مثل بردايه عليها زخرفه، يعني كنت انقل اشياء، فهي سالني من وين طلعتي هاي الرسمات؟ شو اجى على بالك؟ احكي لها كنت انقل، فهي لا لاحظت انه في عندي شيء. في عندك العين. فانا صرت يعني اطلعه ودرسته. حلو. كدراسه وكملت تجاربي طبعا، في تجارب وفي كثير اشياء يعني بقدر اعملها. اليوم ايش رح نعمل هنادة؟ اليوم رح نعمل كب كيك اصطناعي. حلو. الفكره منه انه ممكن يكون ديكور سنتر بيس مثلا احنا عاملين لاعياد ميلاد. اعياد ميلاد. حلو. او زاويه هيك بزوايا البيت. فكرته حلوه لانه الحجم كبير. ممكن نعمل منه صغير. حلو. فهو بيعطي منظر حلو، صراحة حتى الأطفال بالبيت حلو. شكرا. حتى الأطفال بالبيت يعني رح يحبوه. يلا خلينا نبدأ إذا هيك. هلا أنا عشان حابة هيك أشكركم على الاستضافة. حبيت هيك أشكركم بطريقة فنية. حبيبتي. كتبت رؤية على خشب بس الفن اسمه الديكوباج. أوكي. هو ورق. أوكي. وبكيت الفن كتبت عليه رؤية. حلو. في عنا هون خشب الزيتون. عملت عليه بفن اسمه بورينج ميديوم. حلو. اللي هو سكب الألوان. كتبت رؤية وغطيتها بطبقة الرزن. برافو. معناته هلا احنا رح نستعرض برضو التفاصيل اللي جايبيتها بأعمال أخرى. شو بنحتاج لنعمل كب كيك؟ بس خلينا نوضح الفكرة بعد إذنك. هذا هو اللي رح نعمله هلا، عبارة عن فوم. هلا هو فوم بنجاب من مواد البناء. كنت أنا مرة بمواد البناء وكنت بدي أشتري خيطان خيش. أوكي. فلفت نظري هاي العلبة وقلت سألته لإيش بتستخدموها؟ فقال لي لأشياء تلزيق مثلاً أشياء مفتحة بالحيط أو إشي فبسكروها. قلت خليني أستخدمها أجرب بالفن بما إني برسم. برافو. فعملت منها حتى بالكريسماس مغارة الميلاد. بتنفع. عملت زمان على فكرة كنا نستعملها للمغارة وخفت هاي الموضة. وعملت أكاليل كمان. برافو. فيعني هيك فكرة. هلا الفوم إحنا عم نحكي عن هاي المادة. هاي المادة. هاي المادة موجودة بالمكتبات بس نحكي لهم. لا مش مكتبي، مواد البناء. لازم مواد البناء. لانه بيستخدموها لل نعم اللي بنسكر فيها برضه حوالين الشبابيك. نعم. هلا انا راح استخدم الجاط. انا شو عملت فيه؟ في عندي ورق ملون بس كبسته دوائر هيك بمكبس ولزقتهم هيك بس عشان يعطي منظر ملون. تمام. اوكي هلا راح ابلش هيك بعدين الانبوب تبعه. هلا في ايش راح نزينه؟ بال شلمونات على اساس انها هي ملبس او شيء من الرشه. هلا هون انا حاط شيء ثاني. يعني شيء غير ال هو التشيري. اوكي مبين هي شلمونات عباره عن الشلمونه او المصاصات ومزينين راح نحطهم على الفوم. يلا هلا شو هي المواد؟ كثير بسيطه، اللي هي جات. راح استخدم الورق الابيض لانه احنا ما بدنا نبلش بالفوم من تحت لانه راح ما في داعي يعني نخلصه نبلش فيه من تحت يعني ما في داعي. فانا راح ابلش اطعج ورق بشكل هذا. هلا كثير ضروري انه نلبس كفوف لانه هاي الماده لزجه صح. فهي بتدبق بالتعلق باليد وكثير وقت بدها لما تروح هلا انت رح تمليه جوا ورق او جرايد. هلا في ناس مثلا ممكن نحط حجار. بس انه نعطي ارتفاع. شوفي خليها برضه خفيفه خفيفه أصلاً. كمان برضه هي انا حاطه جواتها ورق. ايش ما تحطي جوا ما رح يبين. حلو. هنادة انت بتشتغلي، انا بدي بس هيك اخبر كل اللي بتابعنا انه انت معلمه فن. وانا هذا الجانب كثير بحب دائما نركز عليه انه يا جماعه حصه الفن هي ممكن تطلع بالضبط تطلع مبدعين تطلع ناس عم بيلاحقوا شغفهم وينجحوا بهذا المجال. بالزبط. يعني انا كان كثير يزعجني انه في بعض المدارس وما زال حصه الفن هي حصه فراغ. قديش بيزعجك هذا الموضوع وشو هذا بتحاولي من خلال شغلك تفهمي وتزرعي بالاطفال؟ هلا بسبب طبيعه شغلي
بتعامل مع بالسنة تقريبا 300 طفل. نعم. فأنا أنت في كل أسبوع في أكتيفيتي أعملها. نعم. عملت معهم معرض لأنه هم أطفال، يعني أنت لسه 4 سنين و5 سنين بدك لسه يمسكوا القلم. مزبوط. فكيف بدي أعمل؟ قلت بدي أي شيء يمسكوا بإيدهم، فصرنا نعمل لوحات ينجزوها هم ينبسطوا على حالهم إنه طلعت منهم. أوكي. يعني نستخدم مثلا مصفاة الرز عشان نعمل لوحة. حلو. فهك كان تشويق لهم كيف أنا من هاي بشوفها بالبيت بالمطبخ. صح. بقدر أعمل منها هذا الشيء. وعم بتحسي بحبوا كثير بنبسطوا، يعني لأنه بدك بنمي عندهم طبعا، بكفي انه الحواس والعضلات الدقيقه بايديهم كله كثير بياثر هذا الشيء. نعم. حتى بكتبهم بصيروا ارتب. صح. واكاديميا لما احنا نركز على هاي الجوانب اكاديميا كمان كثير بتغيروا. يعني احنا مثلا باجتماع الاهالي دائما بنبسط لما اهالي بيجوا عندي وبيحكوا لي قديش انت مأثره باولادنا. برافو. وقديش كتبهم تغيرت وقديش صاروا ياخذوا ستيكر واشياء على امسك لك اياها. لا عادي هو هلا هيك هلا رح ابلش ارش. هلا اذا بدنا نعبي كثير هو بنفش، يعني فاحنا ما بدنا نعبي كثير عشان ما ينزل لتحت. هاي طريقته. طبعا انت وين ما بدك ترشي بدك تعرفي انه انت خلص انت اخذتي هذا الشكل. قد ايه بده وقت ليجمد؟ يعني تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة هو يعني. بس انا ليش انا جبت هديك معي؟ لانه نشوف كيف هي لما تنشف. لما تنشف. والزينة بتنحط وهي طبعا بهذا الشكل. وهي بهذا الشكل لانه اذا نشفت خلص طبعا. حتى بحاول انا ايش احط الشلمونات لجوا شوي عشان اذا نشف وصار قاسي بيطلعوا لبرا يعني بنكبوا. هلا حتى مرات بنرسم فيه هيك. بس انا بحاول انه هيك عشان اتحكم اكثر. أوكي. هلا هو مش رح يضل هيك، رح ينفش ويطلع هيك وبعدين بيطلع بيكبر حجمه كمان، فوليوم بصير اكثر. اوكي. هلا رح ابدا احط هي الشلمونات ملونه. شوف كيف بغزهم انه اضمن انه لو نفش. نعم. هو ماسك يعني. نعم. او اي زينه زي ما انت حكيتي ممكن تكون اي موجودة. زينه. انا هاي عملتها طابات الكريسماس اللي هو عشان الكرز. فقلت انه يعني كرز هيك يبين. طب شو في اشياء ممكن نستعملها من الفوم اللي جبتيه؟ لا ايش؟ لا شو استخداماته يعني؟ يعني اشياء فنيه بما انه صرنا شاريين العلبه. هلا بدي احكي انه هاي العلبه بعد مثلا ساعه تقريبا بما انك رشيتي هاي هون رح تجمد. اوكي. فبصير صعب انك ترجع تضغطي على طول. بدها يا على طول تعملي شيء ثاني يا انه بدك ترجعي يعني ما تنشف بابره او بشيء هيك سلك تنشفيها وتطلعي اللي جوا. اوكي. فهو شغلها يعني مش سهل. وبده تحكم. بده تحكم وتركزي انت يعني وين بدك تعملي. مزبوط. تمام. وانت هون حاطه كمان الوان فوق مزبوط. ايه هذا الرش بدي اخلص لك اياه. بتذكر براس السنه كنا ننبسط على هالاشياء. هذا ثلج ملون زي الابيض. هلا ممكن ارش انا اوكي ترشي هون وانا هون. احكي لي برش رشرك زي ما بدي صح؟ بس هو يعطي لون هيك. هيك يعطي لون. في منه اصفر، في منه احمر، فانت ايش حابه الكب كيك انه تكون يكون لونه؟ هلا ممكن نعمل طبقتين، طبقة نهدي وكمان طبقة فوق هيك الوان ارفع شوي منها، يصير لونين. هلا هاي الشلمونات بتعطي عشانها ملونة بتعطي منظر احلى، جمالية اكثر للعمل. والصغار كثير كمان حلوين، بس ايش المشكله لما يجي لك صغار بدي اكل من هذا كيف بدك؟ انا كثير بعاني من هاي الشغله، بس بنفس الوقت انا كثير بحب اني اعمل شيء يلفت نظرهم لانه هم بنبسطوا وانا بنبسط بس اشوفهم 100% مبسوطين. حتى بالمدرسه في لي زاويه خاصه. هاي بدي اسالك هلا هنادة، بالنسبه لشخص مثلا احنا بنستضيف كثير اخصائيين حرف بيعملوا شغل حلو تحف، الجزء الاكبر مش دارس فنون جميلة، لما انت تكوني دارسة ومقضية سنين بهذا المجال شو بتحسي بضيف؟ هلا يعني بشهادة اللي بشوفوا شغلي بيحكوا انه عندي يعني شغل كرياتيف فيه ابداع. ليش؟ لانه انا اذا شفت شيء على النت مش شرط اطبقه نفسه، يمكن هذا بدك تزيدي تضيفي يا بزيد يا بنقص يا بجرب شيء ثاني. زي هاي المادة مثلا شفتها بس دغري بفكر ايش ممكن اعمل فن مثلا. أوكي. فيها. فبالنسبة للي ما بيعرفوا فن وخصوصي بحكي يعني ان كان ستات البيوت او الصغار. نعم. كيف انت بدك تشغليهم بشيء يقدروا يعملوه وينجزوه؟ فانت بدك تفكر دائما بالاعمار. صح. حتى في البيت جوا البيت مهم انه يكون في عندنا مثلا اذا في مكتبة عاملة تنزيلات
ناخذ كم من شغله، حرف يدويه، اشياء يعملوها، تلوين، الرسم مثلا على خشب، اشياء خشبيه، هاي الاشياء بتفرغ طاقتهم، تعطيهم تركيز، تعطيهم تحكم بعواطفهم حتى. طبعا بعد عمر يمكن 4 سنين، مزبوط بس بتنصدمي منهم انه بيطلع منهم مرات انت بتستفيدي منهم لانه ايش انت لما بتعطيهم شيء زي هيك حتى مثلا طريقتي شو اني انا ما بعمل مثلا الشغله وبقولهم انه هاي عينه بدنا نعمل زيها، انا هيك قتلت عندهم الخيال يعني انه او انه يفكروا يبدعوا. فبحط قدامهم الاشياء مثلا شوفوا ايش رح نعمل منها، يلا كل واحد يفكر ايش. بصيروا هم يفكروا يبدعوا، ممكن انا ما تكون ببالي هاي الفكره. مزبوط صح. فبتلاقي يعني الاطفال عندهم مش انه يعني من بدنا نقول انه يعني هم مش كب مصاري، ممكن نستفيد من هالاغراض كله. طيب هنادة ضايل اقل من دقيقه، احنا تقريبا خلصناها صح، عم نحط اللمسات الاخيره بالضبط. اوكي بس سريعا انا حابه برضه هاي نحكي شوي كيف فكره شغلها. هنادة هاي احرف خشب جبتهم، في ورق خاص اسمه ورق ديكوباج. أوكي. تختار من المكتب. أوكي. هلا انا استخدمت هاي يعني هذا اشي لحال ورقه لحال، هاي الخضره ورقه لحال. أوكي. عملته بطريقه هيك انه يكون بالنص لحتى بدي ازين انا هون، فالحلو انه يكون هذا الورق ساده عشان أوكي. يكون لابق، فهو ورق ديكوباج على قطع خشب. كثير حلو هنادة. وهذا باكيت الفاين عملناه. وباكيت الفاين عملتيه كمان من الورق وخشب الزيتون. فكره حلوه كمان لاعياد الميلاد و المناسبات. هنادة صلاتة شرفتينا وكل التوفيق لك. شكرا شكرا لك.